للاسير، تحيتنا للاسير. خلينا طلب التحرير، صبرا صبرا على اهلنا، صبرا صبرا على اهلنا. ليل النوم مهما كان، ليل النوم مهما كان. الحريه الحريه، للي نحوا بالحريه، للي نحوا بالحريه. احنا الرجال المصريين، نملككم منسيين، نملككم منسيين. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. أهم وسيلتان الآن لإسناد الأسرى هي تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال في كل مكان، وثانيا تصعيد حركة المقاطعة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية. يجب أن نؤلم الاحتلال بكفاحنا، ويجب أن نسبب له خسائر حقيقية، وهكذا يمكن أن يعرف ويفهم أن الأسرى ليسوا وحدهم في هذه المعركة. لا يكفي أن نعتصم في الخيام، وإنما يجب فعلا أن تشعر إسرائيل أن الأراضي المحتلة بأسرها تنهض الآن في مقاومة شعبية عارمة للاحتلال. لازم وقفة شعبية وتضامنية شاملة كاملة، أقوى من هيك بكتير. لازم الكل يهب دعم الأسرى اللي هم فدونا بروحهم، يعني هم ليش بالأسر، يعني لا نزهة ولا هم رايحين عشاننا، هم بدافعوا عن الوطن وبدفعوا الثمن بدلنا إحنا، يعني هم متصدرين الصفوف الأولى، والمفروض إحنا نوقف معهم وقفة يعني معنى الكلمة.